كل اللي الستات عايزينه هنقوله في فقرتنا دي، لأنها الحقيقة فقرة بنستناها وكل فترة لازم ينورنا فيها ضيفنا، لأن الفقرة دي بتهم كل الستات وبنستنى فيها طبعا مشاركات حضراتكم، وسواء على المسجز على فيسبوك أو حتى اتصلوا بينا على الهواء مباشرة. وكل الأسئلة إن شاء الله هنجاوب عليها، لأن النهاردة معانا خبير تصفيف الشعر هيثم دهب اللي هنتكلم معاه في كل حاجة تخص الشعر وقصات صيف 2021 والألوان طبعا. ازيكي هيثم؟ ازيكي دينا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الأول مبروك على الموسم الرمضاني الفني المتميز الحقيقة، وكنت ببقى مبسوطة جدا وقعد أقرأ اسمك في التترات بتاعت الأعمال اللي تابعناها خلال رمضان. الأول كده بقى، الصيف شايل لنا إيه في شعرنا؟ ألوان إيه؟ قصات إيه؟ طويل ولا قصير؟ طبعا كل سنة طيبين. الصيف إن شاء الله المفروض السنة دي المفروض اللوك كله مايل للقصير أكتر. هتلاقي أغلبية حتى اللوك أقصر من كده، الطول بتاعك الطول أقصر منه. أوكي. هو المايل أكتر للقصير بالنسبة للحر أكتر، كان بيساعد الناس اللي هي تفضل مش عندها مشكلة في بالنسبة للرطوبة والحاجات دي، فالشعر القصير فعلا مناسب أكتر للصيف السنة دي. وبالنسبة للألوان طبعا كده كده الصيف ألوانه جريئة شوية، يعني الناس بتبتدي كل الألوان الدافية اللي كان بيعملها في الشتاء بيبتدي بقى يبتكر بقى الوان الصيف، الاش والجراي والسيلفر. بس الجراي خلاص مش كده ولا ايه؟ لا، دلوقتي بقت في موضه اسمها موضه الكونتور، يعني ما بقاش الناس بتشتغل على المجمل ان يبقى الشعر كله فاتح او كل الشعر جراي. ابتدى يستخدموا مثلا اللو لايتس في الشعر، كونتور بس في الفريم بتاع الوش، بس مش لازم الشعر كله يبقى معمول فيه اللوك. وفي نفس الوقت بقت البساطة، الناس ابتدت تميل أكتر للبساطة، بطلوا قلت موضوع الأوفر في اللوك يعني. بس طيب دلوقتي بقى في موضة اسمها الأصليين الأوريجينالز بقى، اللي هم إيه؟ اللي شعره كيرلي مخليه كيرلي، اللي ستريت مخليه ستريت. إيه الموضوع ده؟ وإزاي كل واحدة يعني حتى لو رايحة تعمل شعرها تحافظ على الستايل بتاع شعرها ما تغيروش؟ بصوا، هو الموضوع ده فعلا بقت احسن حاجه، الفكر كويس ان الفكر ده بجد قدرنا نوصله دلوقتي، لان كان الاول ناس عندها مشاكل في شعرها كتير، ان هي معقدها وخلي شكلها وحش ونفسي يبقى شعري ناعم، والناس اللي شعرها ناعم عندها مشكله ان ليه عايزه تكسره ايوه وكتا. فالحمد لله ان موضوع الكيرلي ده ابتدى ينتشر بموضوع الموضه، دخل في قصه ان هو بقى موضه. وفعلا كمان بقينا نتعامل معاه من فكره ان هو بقى لوك مهم، يعني حتى دلوقتي بقينا نتعامل مع الكيرلي بطريقه معينه خالص، ليه طريقه معينه وليه طريقه بتتعامل بيها، وفي كات معين تتقص بطريقه معينه فيبقى في فوليوم بشكل معين. ده بالنسبه للكيرلي. بالنسبه للناس اللي شعرها ليس او الناس اللي تبقى عايزه تحافظ على موضوع ليس ستريت، فابتدت يبقى في تريتمنت الكلام ده عشان خاطر يبقى برضو طول الوقت عندها ملمس او احساس ان الشعر ده يفضل ناعم يعني. إيه والله انتوا بقى كخبراء حيرتونا، نعمل تريتمنت بروتينات كرياتين الحاجات دي كلها ولا ما نعملوش؟ ولو عملناه هل هيضر شعرنا ونحافظ عليه ازاي اطول وقت ممكن؟ بص، انا مش ضد التريتمنت خالص، ومش ضد البروتين والبوتكس وكل المواد اللي بتفرد الشعر دي، بس انا ضد التعامل معاها غلط. بس هي الفكره كلها ان انت لازم الناس اللي بتستخدم تريتمنت لشعرها تبقى عارفه ان بتستخدمه من اجل ايه، بسبب ايه. زي ما احنا قلنا النهارده الصيف مثلا في واحده عايزه تقلل عمال شعرها وعارفه ان هي رايحه الاماكن فيها رطوبه في الشعر، بحر بقى بحر وكده، فعايزه تعمل التريتمنت، اوكي ده مناسب. هل شعرك يستحمل التريتمنت ولا لا؟ يعني ما تبقاش واحده جايه عامله شعرها بليتش وصبغه وتفتيح وتعمل تريتمنت، يأذي اكتر ما يفيدش. يأذي يعني أكتر. مش ان هو لا ده معالجه للشعر بعد ما فيش حاجه، هو مش معالجه عشان نبقى متفقين ان هو كلمه معالجه دي معناها ان حاجه بتطلع شعر جديد. وانا عمري في حياتي التريتمنت ده ما بيطلع شعر، هو مجرد كفر بيحافظ على بيغلف الشعر للوقت اللي انت بتقدر تستخدميه فيه، اذا كان 3 4 شهور اللي هو الوقت اللي بيقعد فيه تريتمنت على الشعر. اوكي، ده التريتمنت. طيب دلوقتي بقى في مشاكل كتير جدا التريتمنت بيعملها في شعرنا. التريتمنت بيفتح الشعر، يعني بتروح الستات تعمل تريتمنت وتخرج من عند الكوافير شعرها اللي برتقاني واللي بقى اصفر واللي بقى درجتين ثلاثه اكتر فاتح. بتبقى ليها مراحل في طريقه العمايل الشعر. لو هي جايه اول يوم تعمل فيه تريتمنت للشعر وجايه تصبغ شعرها في نفس يوم، هو الاثنين ما ينفعوش في نفس اليوم مبدئيا. ده اول حاجه. ثاني حاجه، ما ينفعش يبقى بنعمل تريتمنت واحده مثلا هتعمل لون شعرها بيج او الوان هاني الوان الفاتحه، ما ينفعش تعمل تريتمنت بعد كده تعمل الصبغه. المفروض تعمل بليتش اللي هو صاحب اللون، وكتعمل التريتمنت، وكتعمل الصبغه. نخلي الصبغه اخر بعد حاجه بعد قد ايه؟
المفروض بيعمل على 3 4 ايام ورا بعض. لكن يعني اللي هو بيبقى بيبصوا وهم عاملين تريتمنت ان هم بعد التريتمنت ده عند الكوافير شعرهم فتح الحق معلش غمقهولي بسرعه. ما ده غلط. يعني ده يضيع التريتمنت؟ لا ما يضيعش التريتمنت، اللي ضاع التريتمنت البليتش. البليتش. انما الصبغه ما تضيعش التريتمنت، بس زي ما انا بقول كده لما بحط الصبغه على الشعر بعد التريتمنت على طول ما بتشربش. يعني بيبقى التريتمنت عامل كفر على الشعرايه فالصبغه ما بتمسكش على الشعر. حلو. طيب طبعا انتوا عايزين زي تشوفوا الصور والفيديوهات ونتكلم عن النجوم وقصات الشعر وازاي هيثم تعامل مع يعني اللوك بتاعت اكتر من نجمه، تعالوا كده نشوف هتلعب لنا ايه يا باجوري. اوكي هاجر احمد دي قمر. قمرايه بجد يعني وش مصري قوي، واعتقد هجر ان يعني اطوال شعرها كمان تحفه. هاجر ممثله شاطره جدا وما شاء الله عليها وشها بيليق عليه كل الحاجات كل صحيح. واللوك ده كان في اخر يوم في مسلسل احسن اب بتاع علي ربيع وهاجر، وكانت طالعه فيه عروسه، وكنت مميز ان العروسه تطلع منها موضه ان فكره ان الشعر السايب، نوري الناس ان الشعر السايب فعلا بقى دلوقتي بقت اساس العروسه، يعني ممتلك العرايس الفتره دي الشعر السايب كله. وفعلا كل العرايس تلاقي مايل اكتر للشعر السايب الفتره دي اكتر من الشينيون واللمه والسبانش وال لان زي ما قلت لك الافراح كلها بقت دلوقتي او الدور بقت بالنهار، ابتدت الموضوع يميل اكتر للشعر السايب. مي دي مي سليم في مسلسل فارس. ده شعرها ولا باروكه؟ لا شعرها. ده شعرها. اعترف يا هيثم شعرها اكستنشن يعني. لا اصل يعني بحس ان قمر شعرها قمر برضه. هي قمر وشعرها أمر. حلو أمر. على فكره ده مش عيب ان احنا نقول ان في اكستنشن او باروكه ملبوسه الوجه موضه جدا الوجه يعني. عادي بتتلبس وانا بقول ان الوجه بس في العكس هي ده اكستنشن، ودايما بنوري برضه ان العروسه لازم تبقى مهتمه بالقصه دي، ما تبقاش شعرها خفيف وبتاع وتقول لك لا مش عايز اجيب اكستنشن، لا الاكستنشن ده روح اللوك يعني بنكمل اللوك ده يوم بالظبط بس بالظبط. طبعا قمرين بقى دره والموضه اللي هي بتاعت لم الشعر. دره طبعا من الناس اللي بيليق عليها لم الشعر جدا قوي، وده صعب حلو. ده صعب صعب من اصعب الحاجات ان تلاقي وش يليق عليه كل الحاجات اللي فيها اللم بالذات، لان كل واحد عندهم بيبقى شكل في وشه ان مثلا في لما بتطول الوش في لما صح. دره بصراحه ما شاء الله ديفرنت ديفرنت الله اكبر ما شاء الله عليها، يعني بيليق عليها كل اللوكات كل حاجه. دي دره تاني لكن من غير بقى لم شعر، المره دي مسيبه شعرها. الدرجات الالوان اللي انا ملاحظاها انت داخل في الغوامق، انت مش داخل على الفواتح قوي. دره دايما بتميل للشعر الغامق وده اكتر لون بيناسب وشها وبيناسب بشرتها، دي اول حاجه. ثانيا هي كمان بتحاول تحافظ على شعرها اكتر. لا وقت. انت كهيثم حتى اهو هنا الزاهد اهي قدامنا مع انها بلوندايا ها، لكن انت داخل برضو على الدرجات اللي هي انا بحب الالوان الدافيه. يعني يعني انا حاسه لما بتعمل كده بيبقى هو ده الموضه الحقيقيه. بيشيك اللوك بيشيك اللوك. اللون الفاتح ما بيليقش على اي حد يعني، يعني الناس بتبقى بتعمل لون فاتح من وجهه نظر ان هي عايز تعمل فاتح وخلاص. لا هو الفاتح ده لازم يتعمل بطريقه معينه وبشكل معين يليق على بشره البني ادم اللي احنا بنعمل له اللون ده. انا بحس يا هيثم ان اللون الفاتح لو مش بلوندايا طبيعيه مش احنا هنعمل لا مش حكايه يليق، بيبين التقصيف بتاع الشعر طبعًا اكتر طبعًا. وبيبين ان الشعر خفيف طبعًا اكتر طبعًا. الغامق بيديله شويه فوليوم طبعا طبعا بيخلي التقصيف يختفي وينيم وما بينش الهيشان بتاع الشعر ما بينش تقصيف الشعر. الغامق بياخد اللوك بطريقه معينه، بياخد الروح شكله معين، بتاخد بشياكه بيلم التقصيف بيضيع بيبان لمعان الشعر. طبعا روبي في احدث فوتو سيشن دي كسرت الدنيا كسرت الدنيا ويعني القصه القصه بجد هي انت قصصت لها ايه؟ اصل انت ده كيرلي فاهم، انت قصصت لها كاريه ولا ده كاري ده كاري ايه؟ بفوليوم ده بوب بوب كاريه بوب كاريه بس بديجرادي بسيط جدا 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 من بس قدام ولا من ورا؟ من ورا من ورا اوكي. الناس طبعا واخده على روبي بيها شعر طويل واسود صح. جدا هو ده احنا فتحنا درجه اللون سيكا درجه دارك براون يعني وقصينا اللوك. اللوك ده انت عامل له لو لايت ولا عامل له ايه؟ هو دارك براون وبيعمل اضاءه بس ان كانوا فيه لو لايتس بالظبط. وعامل لها كده ومكسر الشعر الشعر بالظبط. طبعا يعني روبي كمان دايما شكلها بيبقى مختلف من عمل لعمل، شكلها بيبقى مختلف بالزبط. وعندها اليانج لوك. انت بقى بتنصح الـ يعني اللي زي روبي وفي سن روبي ان هم برضو يحتفظوا بالقصات القصيره؟ انا بقول دايما موضه الصيف الفتره دي هي الشعر القصير، هتلاقي منتشر انتشار فظيع
دي روبي برضو يا جماعه دي ولا روبي برضو. دي روبي ده كان في الاعلام بتاع فريش وفرافيش. اه ده عمل ضجه. أيوه. ودينا الشربيني وروبي امارات امارات امارات. قول لي هنا بقى ده كان هي برضو هي نفس اللوك ده لوك بس بويفي بقى. اه ده بويفي. طيب تعالوا نشوف هند صبري. هند صبري كاريه برضو. احنا كنا هند صبري في المسلسل بتاع هجمه مرتده كنا عملنا كذا لوك. ده كان اخر لوك في المرحله ان مشينا بمراحل مراحل وهي بره مصر وبعدين لما رجعت مصر وبعد كده لما اتحركت تاني. فكان دي اخر لوك. كان لون شعرها بقى افتح درجه على على بيج شويه بس في داخل فيه براون برضو في الروتس. وكان القصه ابتدينا نخلي كات هير طول كاريه طول واحد طول واحد. ده مش بوب ده كاريه طول واحد. عز ده برضو عز. كان استاذ احمد في المسلسل هجمه مرتده. ده في نهايه برضو المسلسل. عايزه اسالك يعني اكيد في مشاكل بتقابل النجمات زينا برضو الناس العاديه يعني الفنانه اللي بتبقى بتعاني من شويه قشره الفنانه اللي عندها شويه هيشان في الشعر. هل بيرجعوا لك كمان في التريتمنت عشان لما تقابلهم في عمل فني تقدر تعمل لهم لوك حلو وهيلثي؟ قبل ما بنشتغل العمل بنتقابل طبعا قبلها بنقعد مع بعض هنعمل ايه مش هنعمل ايه ولو في لون بنعمله ولو في مشكله في الشعر بنبتدي نعالجها نبتدي نعمل تريتمنت للشعر فتره مثلا اسبوعين ثلاثه قبل اللوك عشان خاطر لو عارفين احنا هنشتغل بشعرها فشعرها هيبقى فيه ضغط عليه الفتره الجايه فبنبتدي نعمل تريتمنت كل اسبوع تيجي تعمل تريتمنت لشعرها. يعني بنهتم للوك من كل حاجه. ده بالنسبه للتريتمنت. انما بالنسبه للقشره دي اكبر مشكله في الكون في الكون دي اهم حاجه. دي لازم نتعامل مع الموضوع ده ان فعلا فعلا هي القشره بتقع الشعر. هي دي السبب الاساسي لوقوع شعر القشره. طبعا ليها علاجات ولازم بقى انت دايما تقولي يروحوا للدكتور جلديه علشان جلديه والناس اللي غير مقتدره اللي هي في البيت ممكن تستخدم الخل التفاح تستخدم السبرين. دي حاجه السبرين الموضعي يعني الموضعي بتحط عليه ميه وتتعك بيه الشعر يبتدي يقلل من وجود القشره في الشعر. افتكاسات وحلول فوريه دايما بيمتعنا بقصات جديده الوان جديده وناخد دايما استشارته في بدايه الموسم والمره دي بقى ده الموسم الصيفي. يا رب كلكم تنبسطوا في الصيف وتبقوا باحلى لوك. هيثم دهب بشكرك شكرا جزيلا. شكرا انت نورتني. شكرا ليك يا دينا ربنا يخليك. خلصت حلقتنا بسرعه جدا مع حضراتكم بشكركم على متابعتها وبكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. اشوفكم يا رب على كل خير. باي.